خلاص دي اتحسب. اه ده عمل حكايه الجول ده، جول محمد حسن. انا جبتها طبعا عشان احنا يومها اتكلمنا على اللقطه. اولا محمد حسن مش متسلل، تمام كمل. النسبه بالنسبه لنا ايده ولا رجله؟ اللقطه التلفزيونيه بتقول ان ما جتش في ايده. حلو تمام، حلو. اتكلمنا في اللقطه دي كتير وكانت خبط لقطه غير طبيعيه. انا اقول لك بقى التفاصيل بقى، الكواليس اللي ما حدش يعرفها. يلا تعالى تعالى للكابتن جهاد بقى عشان يقول لك كواليس مهمه. الكواليس في اللقطه اللي حدش يعرفها. اللقطه دي الحكم لما خرج الفار، ناس انا استغربت. الراجل عمل شغل روتيني. هو خارج، اللعيب قال له جت في ايدي بس مش متعمده. طبعا هي عدم تيجي في ايدك غير متعمده. اللعيب قال، اللعيب قال له، قال لي الحكم. التفاصيل بقى دي انا عرفتها بعد بس انا بتكلم على لقطه انا حللتها. واللقطه دي لما راح بعتها في الجروب بتاع الفيفا، على فكره كله قال جول. محدش اختلف. والكابتن احمد العجوز مدير الكوره، لو تفتكر لما انت كنت انا بتكلم على الكلام بقى الخارجي ده. لا لا، انت بتقول على الكواليس كمان انه اللاعب نفسه راح للكابتن. انت عرفت من الحكم؟ عرفت من الحكم، اللي عرفت من طبعا بتحكي حكام، ان الراجل قال له. طبعا ده كلام اول مره يتقال. انا اقول لك بقى، قال له ان جت في دي بس مش قصدي. اللاعب نفسه اعترف للحكم فخلاص. اللقطه تحكيميه، اللقطه نفسها اتشافت في كل الدنيا. صح، اللقطه دي من غير تفاصيل جول. لا، وعلى كلام اللي حضرتك قلته دوت، لو الكابتن احمد غندور فهو كان راح شافها، كان راح شافها من غير ما اللاعب يقول له كده، كان ممكن يحسبها عادي جول. احمد لو من اللاعب ما قالوش كان رجع حسب الجول بالظبط. ما عندوش لقطه تقول ان الكره مش جول، مش واضحه يعني، او لمسه يد. ما فيش لقطه تقول له، ما فيش لقطه موجوده عنده تقول ان الكره لمسه بس كده. هو سهلها عليه، هو اللاعب اللي خلصها له. صح كده، هو راح يادي واجب ان انا اشوفها، بس اللاعب قال خلاص جت في ايدي، معنى جت في ايده خلاص باي شكل من الاشكال بيعاقب عليه. صح، عشان كده حتى الناس قالت هو بسرعه ليه الكابتن احمد ما لحقش يبص ليه كذا مره كذا. ده انا سالته نفس السؤال. وانت قلت انت انت بتتكلم على قرار صعب، الغاء هدف. قرار صعب، مش سهل. بص كذا، ومفيش ولا قاعده واضحه 100%. واللقطه على فكره التحكيميه دي اللي جابها له الفار مش واضحه. صح، ولا يمكن اغير بقى قرار. صح، ولا يمكن تقول لي لمسه يد او مش لمسه يد. بس انت بتقولي ان طاقم التحكيم لما اتقال له من كده من اللاعب نفسه. طبعا الحكم مش هيطلع يقول ده، بس انا بقول لك لما اتقال له من اللاعب نفسه. كابتن جهاد قال لنا معلومه لاول مره، انا ما عرفتها بعد الماتش. لما اللاعب قال له كده وخارج، لو جت في ايدي بس ما كنتش قاصد. هو عارف خلاص، ما دام جت في ايده خلاص يعاقب عليه، وبالتالي بنتكلم على القرار اللي مش ظاهر في اللقطه انها لمست يد. لكن انا بتكلم كلقطه تحكيميه. ايوه، عشان ساعتها وقلت لا هي جول. لا، ما اللقطه التحكيميه دي طبعا بالفيديو، اي فيديو تيست. صح، هدف. صح، هدف سليم. صح، وانت لو حكم في المباراه واللاعب واللاعب ما قالكش ورحت شفت الشاشه هترجع للهدف. ولكن لو قال لك هتحسب لا، ما هو خلاص الراجل، هو قال لك ان الراجل معترف خلاص هحسب عليه بقى. خلصت. ده اللي حصل. ده اللي انت سهلتها لي. لكن الصوره واللقطه دي بعتها انا، بعتها عشان برضو اللي حصل فيها لغط كده، بعتها للمحاضرين. ما فيش واحد قال لمسه يد. غريبا ان محمد حسن بعد كده نزل بيان، والاسماعيلي نزلوا بيان انه ما الحاجات دي كلها اللي تعمل لغط. انت عارف اللقطه الصوره من غير كلام خالص هدف سليم. والضايق انه اللاعب نفسه ما اعترضش، لو تفتكر في اللقطه نفسها لما كان لما فاكر انت لما اتكلمنا في القصه دي بمحل اللاعب، قلت له دي مش مشكلتي انا كان هو ما اعترضش. لا بس دلوقتي اتفسرت ليه ما اعترضش. ما انا عرفت بقى التفاصيل بعد كده. خلاص التفاصيل لما اتقالت بعد كده، فاحنا بنتكلم في بس الصوره دي كلقطه تحكيميه هي الهدف. عظيم جدا، ناخد اللقطه اللي بعدها. عشان كده جبتها النهارده، فكانت مهمه اجيبها النهارده. هايل.